راني فرحانه بزاف بزاف اليوم. اكيد التعب تاعي ما راحش باطل. بوميداي دو رقم جديد، رقم بارالمبي جديد. نشكر كل الشعب الجزائري، نشكر الجاليه الجزائريه اللي موجوده هنا بباريس. اكيد المنافسه ما كانتش سهله، كان عندي منافسين قويين. حاولت اني نسيطر على الاعصاب، حاولت اني نكون في المستوى، نكون ان بون تكنيك. وكما كان الحال كنت ان بون تكنيك ورقم جيد، وانا فرحانه به. يعطيكم الصحه وانتم تلفي فوالا. الحمد لله حطمت رقم جديد بارالمبي، ويعطيكم الصحه ودائما فرحانين. ونستناونا ان شاء الله العشيه برفع النشيد الوطني الجزائري في باريس. شكرا.